طيب، ناس لمت ورقها ولمت هدومها وروحت، والاهلي لوحده اللي لسه بيلعب. الاهلي هو اللي بيدفع يا جماعه عبء المؤجلات، عشان الناس اللي بتحاول تقلل من قيمه تتويج الاهلي وفوزه فبيرجعوها انه اللي بتتاجل له ماتشات مبدئيا اللي بنخلص عليه. لما بتتاجل ماتشات بتتاجل ماتشات باعبائها. يعني لما تيجوا تبصوا دلوقتي الاهلي هيلعب مثلا مع حرس الحدود، لو شفتوه كان مؤجل من الاسبوع الكام، ارجعوا شوفوا الزمالك مثلا في الاسبوع ده لعب بفاصل زمن هتلاقوه 4 5 ايام زيه زي كل الانديه. فانا لو لعبت الماتشات بتاعتي في التوقيتات الطبيعيه بتاعتها دون تاجيل كنت هاخد الفترات الزمنيه للراحه بالراحه خالص. لكن انا اللي اتاجل لي الماتشات بسبب ان انا كان عندي مشاركات خارجيه، كنت بلعب يا اما في كاس العالم للانديه يا في بطوله افريقيا. وكاننا بنناقشهم بشكل موضوعي. لا، هم كانوا شايفين ان التأجيل ده كانوا بيسعوا اليه في فتره من الفترات. كانوا معتبرين خطه الفوز بالدوري بالنسبه لهم. ايوه، اجل للاهلي واضغطوا واتقال الكلام ده ومتسجل. جيت السنه دي انت غيرت استراتيجيه التعامل مع المباريات المؤجله. احنا بقى خدنا خبره بالظبط، استفدت من درس الموسمين اللي فاتوا. وعملت تدوير جيد للعيبه واستخدمت اكبر عدد من اللعيبه ونجوت من فخ الاجهاد. هنا بقى يا استاذ ابراهيم ترجع للمقدمه اللي انا بقولها. لو كنا قعدنا نقول بقى والمؤجلات والعيب ومش عارف ايه وبتاع، ولا السحر ولا الدوله ولا اللعب في الجداول ولا تعمد انك انت تتامر عليا تحكيميا زي ما حصل الموسمين الماضيين، ان تكلمت عليك كل الظروف دي. لكن انت عملت ايه؟ فكرت بشكل موضوعي واقعي علمي. عملت ايه؟ ضحيت بالموسم اللي فات اللي بقول لك يا تالت، ما انا عايز ابقى تاني، كنت قدرت كملت فول باور، كنت هبقى تاني 100% مستريح. لكن انا قلت لا، خلاص انا اتبعتت وهشارك في بطوله افريقيا، فما بقاش يعنيني من المسابقه الترتيب. فريحت فرقتي وتعلمت من دروس الماضي، وجه مدرب عنده من النضج والرؤى اللي عالج بيها موضوع التدوير بشكل هايل، في فرص لكل الناس وإراحة لكل العناصر، فقدرت تكمل لحد النهاردة. وهو حتى أحلى كلمة قالها في المؤتمر، أنا ما عنديش لعيب بديل ولعيب أساسي، اللعيب الأساسي اللي بينزل الملعب. طيب دلوقتي بقى بمناسبة ده يا جماعة، في مأزقين الأهلي مش مسؤول عنهم لكن مطلوب يتحلوا، ومش هيتحلوا بشكل كويس في اطار الرغي والهري. الدوري يخلص مع الاهلي يوم 26 يوليو مع اخر مباراه للمصري. الزمالك محتاج يسافر للبطوله العربيه عشان يشارك فيها في السعوديه. اتحاد الكره هيفتح القيد الجديد يوم 27. ليه؟ تاني يوم لانتهاء مباراه الاهلي والمصري، عشان الزمالك يتمكن من قيد لعيبته الجديده اللي هيشارك بيهم في البطوله العربيه. فمش هيفتح له السيستم لوحده، هيتفتح السيستم للكل تاني يوم لانتهاء الدوري. 27 يسمح للزمالك بقيد اللعيبه؟ يسمح للزمالك ويسجل لعيبته ويروح بيهم السعوديه. فهنا انتهت مشكله الزمالك بشكل قاطع. لكن في مشكله اخرى فيها لغم. اتحاد الكوره حاطط للاهلي يوم 30 مباراة الداخلية في الكاس. هنا الداخلية امبارح الكابتن علاء عبد العال قال لك 30 العب ازاي وانا مع نهاية الدوري، وبعد ما الفريق فضل موجود عندي 10 لعيبة فقط والباقيين عقودهم انتهت ومن حقهم الانتقال لأندية أخرى، والسيستم لما هيفتح هيبقوا مش بتوعي. فأنا ازاي هقدر العب مباراة الكاس ب 10 لعيبة فقط، وازاي هقدر العبها والسيستم اتفتح فاللعيبه انتقلت؟ بص بقى، رغم ان ده كلام يبدو صح، انا مش عايز اقع في الفخ ده، ماليش دعوه بتصريحات علاء، لان مش ممكن يكون هو دلوقتي مش عامل حسابه. طيب. لكن هو كنت اتصور هقول انا لعب اخر ماتش من 10 ايام، دي ميزه لي لا، انا اقول انت مديت لي الموسم تاني بماتشات الكاس، مع ان هو قال ان الكاس هيتلعب السنه الجايه. فهو بقى ده المطروح، المطروح للعداله، انك انت الاهلي عنده مباراه الداخليه والفائز منهم هيلعب المصري،
والفائز من اللي هيفوز مع المصري هيلعب انبي في السيمي فاينل، والزمالك عنده بيراميدز في نصف نهائي كاس مصر. في اتجاه اما وانك فتحت سيستم الانتقالات يوم 27 علشان الزمالك يتمكن من السفر للسعوديه بلاعيبته الجديده، يبقى كفايه الكاس لغايه كده، وماتشات الكاس كلها ترحل بدل ما هترحل السيمي فاينل فقط، ترحل الماتشين دول كمان للموسم الجديد ويتلعبوا بالقوائم الجديده، ويخرج الداخليه من هذا المازق اللي بيشتكي منه الكابتن علاء عبعال. هنا المشكله للداخليه مش للاهلي، عشان لما تتحل او تتاجل او تترحل يتقال اصل الاهلي السبب، لا الداخليه هي اللي في مشكله. المشكله الثانيه بقى دوري السوبر الافريقي، الدوري الافريقي الجديد. مستر موتسيب رئيس الاتحاد الافريقي قال البطولة هتبدأ يوم 21/10 وتخلص 11/11 بمشاركة 8 أندية. عندك 4 أندية في المستوى ألف، الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، وفي المستوى الثاني سيمبا وإنيمبا ومازيمبي وبترو أتلتيكو. القرعة هتتعمل واحد من المستوى ألف هيلاعب واحد من المستوى ب، والفايزين هيلاعبوا بعض، فعندك 3 أدوار، دور الثمانية وقبل النهائي والنهائي. 3 أدوار لهذه البطولة اللي جايزتها للبطل 6 مليون دولار. طيب إذن الأهلي مفروض لو كمل إن شاء الله تعالى للفاينل هيلعب 6 مباريات ذهاب وإياب، 3 أدوار. هنا الجديد إنه الاتحاد الأفريقي أو من خلال الشركة الإيطالية اللي هي منظمة البطولة مع الاتحاد الدولي، خد بالك حاجة، انه حتى الاتحاد الافريقي ايده مغلوله في البطوله ديت، هي فكره لانفانتينو فشل في تطبيقها في اوروبا، فجت شركه ايطاليه خدتها وخدت حق تسويقها في الاتحاد الافريقي، جربوها في افريقيا، فهتتنظم في افريقيا، وقال لك علشان ما نبداش بعدد كبير من الانديه نبدا ب8، ووفقا للتصنيف اختاروا الـ8 الكبار في افريقيا. هنا في جديد انه بدا الكلام يبقى ان الاتحاد الافريقي هيلزم الاتحادات اللي منها الانديه الـ8 انه النادي المشارك في هذا الدور السوبر ما يلعبش اي مباريات محليه خلال دور السوبر. طب هيلعبها ازاي؟ ما طبعا. فهو انت بتلعب بالظبط من 21 اكتوبر ل 11/11. يعني 3 اسابيع. 3 اسابيع هتلعب 6 ماتشات. 3 اسابيع هتلعب 6 ماتشات برضو، يعني كل 3 ايام. كل 3 ايام او 4 ايام مباراه. فبالتالي مفيش مجال لمباريات محليه. ايه اللي هيحصل؟ نفس اللي حصل مع الاهلي في كاس العالم للانديه. انت عايز تبدا الدوري المصري 15/9، الاهلي هيلعب من 15/9 لغايه 21 اكتوبر وهيلاقي نفسه هولد، لازم تعمل تعليق لماتشات الاهلي المحليه لغايه الانتهاء من دور السوبر. عامر حسين عنده مخرج؟ ما عندوش مخرج. الدوري لازم يبدا 15/9، والاهلي ان شاء الله يشارك في السوبر الافريقي، والكاف بيلزم الاتحاد المصري انه الانديه المشاركه ما تلعبش. لابد يا استاذ ابراهيم، المساله مش عافيه. اه المساله مش عافيه. الموسم الجاي ده عايز موسم استثنائي يا اخوانا. ما تسالوش حد. اعمل الدوري اللي احنا بقالنا 3 سنين بنتكلم فيه. ايوه. اعمل 20 فرقه. لا 18. لا 9 و9. لا مش 9 و9. ما انت هي تونس عملت ايه؟ لعبت ال 18 او ال 16 نادي، وبعد ما لعب كله مع بعضه دور واحد قسمتهم نصين، النص الاولاني الـ8 الاوائل بيلعبوا في مرحله التتويج ذهاب واياب، والـ8 التانيين بيلعبوا على بقيه المراكز. هو كده بس، هو كده. اه ترتيب المراكز يبقى دور واحد، ترتيب التتويج والهبوط رايح جاي، هتلاقي نفسك بتوفر لك 3 4 اسابيع. لا اكتر كمان، اكتر لو انت ما فيش مجال غير كده. ما تجيش تقول لي احيانا انت محتاج تاخد قرارات حاسمه، لكن اذا كنت عايز مسابقاتك تنجح وعايز مواسمك تنجح، لان كده انت بتقضي على منتخب مصر تماما يعني، خاصه انه داخل تصفيات وداخل نهائيات. مش معقوله. لازم يبقى في حاجه يعني، ما ينفعش الحلول النمطيه التقليديه دي.